في جنوب مالي وتحديدا في العاصمة باماكو عادت الحياة إلى طبيعتها تقريبا، فالأسواق مكتظة بالبضائع وأحوال الناس أفضل نسبيا، وينبغي أن يكون الوضع هكذا أيضا في شمال البلاد قريبا. وتقع هذه المهمة على عاتق الجنود الماليين الذين تم حتى الآن تدريبهم في ثكنة قرب العاصمة من قبل ضباط فرنسيين. وجاء الدور الآن على الألمان الذين سيتولون تأهيل 35 مجنداً كقوات طلائع، وتشمل مهمات هذه القوات بناء الطرق والجسور والثكنات للوحدات القتالية. وفي زيارته الأخيرة إلى مالي لخص وزير الدفاع الألماني توماس دمازيار أهداف البعثة الألمانية. لن يكون هناك تطور دائم إلا عندما تتولى القوات المالية المسألة الأمنية بنفسها، لذا نقدم المساعدة في مجال التدريب. البعثة الألمانية إلى مالي محددة ب 330 جندياً، منهم 40 مدرباً و40 ممرضاً.